على كل، نحن نتحدث عن آلية جديدة تنضم إلى السوق السعودية، وبالتالي المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي مباشرة من الرياض سيد خالد الحمود من الإدارة العامة لتمويل الشركات والإصدار في هيئة سوق المال. سيد خالد أهلا بك. نحن نتحدث عن آلية جديدة من خلالها يتمكن المستثمر تداول حقوق أو الأسهم اللي حصل عليها من خلال الحقوق الأولوية كورقة مالية بالسوق. فسرنا هالآلية، وأيضا هل أنتم واضعين تاريخ محدد لكي تطبق على الإصدارات الجديدة أو زيادة رأس المال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تأتي هذه الآلية امتداد للخطوات السابقة التي قامت بها هيئة السوق المالية لتطوير وتحسين عملية زيادة رؤوس الأموال للشركات. حقيقة هذه الآلية تتكون من شقين. الشق الأول هو زيادة رأس المال تتم خلال فترة الأسبوع أو أسبوع أو خلال 8 أيام عمل، يليها كذلك 4 أيام عمل أخرى لممارسة حقوق الاكتتاب. خلال 8 أيام الأولى من زيادة رأس المال أو من بداية الاكتتاب في زيادة رأس المال يكون هناك إمكانية لتداول تلك الحقوق، أي أنه راح يكون هناك مباشرة بعد انتهاء الجمعية العامة الغير عادية يكون هناك إيداع للحقوق الأولوية القابلة للتداول في المحافظ، تكون قيمة هذه الحقوق مساوية للانخفاض الحاصل في القيمة السوقية للسهم محل زيادة رأس المال. منذ أول يوم تداول أو منذ أول يوم اشتراك في زيادة رأس المال يبدأ عملية التداول في حقوق الأولوية، وبالتالي بإمكان المستثمر من أول يوم التخلص من هذه الحقوق وبيعها، وبالتالي عدم الاكتتاب لأنها تعوضه عن الزيادة التي حصلت في قيمة ثروته أو قيمة السوقية لاستثماره في هذه الشركة، وبإمكانه كذلك الاحتفاظ بها وممارسة الحق خلال هذه 8 أيام الأولى أو الأسبوع الأول، أو كذلك الانتظار وشراء المزيد وفي الفترة اللاحقة لأنها تكون من فترتين، فترة تداول بعد هذه الفترة التداول تقارب 8 أيام تبدأ الفترة الإكسرسايز أو الممارسة. فترة الممارسة خلالها يكون هناك يجب على كل مستثمر أن يمارس حقه، وبالتالي لأنه لا يمكنه زيادة شراء المزيد أو بيع ما يملك من الحقوق، وبالتالي يكون هناك فترة اكتتاب فقط وليس تداول لهذه الحقوق. إذن سيد خالد بس لتوضيح النقطة قبل أن تكمل، إذن التداول عنده حق فقط في 8 أيام اللي ذكرتها، هنا يمكن المستثمر أن يتداول أوراقه المالية لحقوقه الأولوية صح؟ نعم صحيح، خلال هذه الفترة الأولى يكون هناك التداول وفي نفس الوقت تداول الحقوق الأولوية القابلة للتداول، وفي نفس الوقت يكون هناك إمكانية الاشتراك في زيادة رأس المال، وكل من يشترك من حملة الأسهم في زيادة رأس المال يسقط حقه، وبالتالي لا يملك أي حق أولوية قابل للتداول ما لم يكن هناك جزء من حقوقه القابل للتداول غير ممارس، بمعنى غير مكتتب فيه. متى سوف تطبق هذه الآلية الجديدة؟ الآلية الجديدة راح تطبق إن شاء الله ابتداء من أول زيادة رأس مال مقبلة لأي شركة تتقدم لهيئة السوق المالية أو أي شركة توافق هيئة السوق المالية على نشرة إصدار زيادة رأس المال لها. إذا تطبق ابتداء من أول رايت إيشو قادم للسوق السعودية. سيد خالد ماذا يعني هذا للسوق؟ أكيد بيعطينا فلكسبيليتي أكثر للمستثمر، ولكن ماذا سوف يضيف للسوق والمستثمرين بالسوق السعودية؟ جزء من الجوانب الإيجابية، واحد الجوانب الإيجابية هي إمكانية سابقا عندما يبدأ فترة الاشتراك في زيادة رأس المال يكون هناك انتظار من المستثمر حتى يشترك، لأنه في هناك انخفاض في ثروته يتم تعويضه بعد أن يتم استلام الأسهم الجديدة، وبالتالي تكون هذا الجزء من ثروته الغير الذي لا يمكن الوصول له أو التصرف فيه عرضة لمخاطر السوق. أما اليوم يكون المستثمر له الخيار في أن يحتفظ بملكيته في الشركة والانتظار أو التخلص، وبالتالي التخلص من الحقوق الأولوية القابلة للتداول من أول يوم وبيعها في السوق، وبالتالي استرداد الجزء النقدي أو القيمة المفقودة من ثروته في الشركة والتصرف فيها كيفما يشاء. أما في السابق عندما تبدأ فترة الاكتتاب أو مباشرة من بعد الجمعية العامة الغير عادية جزء من الثروة مفقود لا يمكن استرداده إلا بعد استلام الأسهم الجديدة، وبالتالي هذا الجزء من الثروة يكون عرضة لمخاطر اقتصادية أو مخاطر السوق،
ولا يمكن للمستثمر التصرف فيه بأي حال من الأحوال. سيد خالد الحمود من الإدارة العامة لتمويل الشركات والإصدار في هيئة سوق المال، كنت معي مباشرة من الرياض، شكرا جزيلا لك.